سلام على الجمهور الطنجي. نحن الآن كما ترون في الاستعدادات الأخيرة للسهرة التي سنحييها وتحييها جمعية عود الرمى والفرقة عود الرمى الكبرى تكريما للأغنية المغربية. وكما تم الإعلان على أن هذه السهرة هي تحت عنوان الأغنية المغربية العصرية مدرسة متعددة المشارب. ونحن بهذا الصدد نحاول ترسيخ خصوصيات الأغنية المغربية في هذا الزخم من الألحان الجديدة التي تكاد تفقد فيها أغنيتنا هويتها الوطنية. نحن نستعد للحدث الذي ستشارك فيه فرقة عود الرمى الكبرى بمساهمة مجموعة من الأساتذة العازفين والأساتذة الكبار في مجال الموسيقي على المستوى الوطني والمستوى المحلي. وفي هذا الصدد أيضا ستكون هناك مساهمة لمطربين شباب خاصة ليلى البراق والمطرب محسن صلاح الدين. وسيكون هناك مفاجآت أخرى لأن من الممكن أن يحضر معنا بعض المطربين الرواد الكبار الذين سيكونون فعلا مفاجأة هذه السهرة بحضورهم وتشريفهم لنا، خاصة وأننا نحن بصدد تكريم أحد أعمدة الفن بمدينة طنجة ومعلم الأجيال ومطرب مدينة طنجة الأول الأستاذ مصطفى التسولي. ندعوكم للحضور وندعوكم للمشاركة والتشجيع والمساهمة في هذا العمل الثقافي الفني ربما حتى الاجتماعي. ونحن نعول على جمهور طنجة في الحضور وفي التشجيع. إذا كانت هذه السهرة بمثابة منطلق لعمل فني جديد لهذه الفرقة فنحن نعلن أنها الدورة الأولى، على أساس أننا سنلتقي في سنة مقبلة إن شاء الله مع دورة ثانية في إطار وحلة أخرى إن شاء الله. وشكرا لموقع طنجاوي على هذه الاستضافة، وهذا موقع حتى هو له مكانته.